صار فيها قوي بالثبات والفوحان، سعر 100 دولار. وخذها بيت روج من جيرلا، نسخة الحصري الإصدار الخاص. أنا خلصت علبة يوم، المشكلة سعر غالي أمواج. سيرش قطر رهيب والله، أقول لك مرشوش الهنا، أرجع اشتري. أمواج حلو، السيرش مالهم كلش حلو. أنا غفلت عنه بهذا الصيف، بس ممكن أشتري. أنا عندي كم عطر أشتري ديزاينر، أخلي استهلاك اليومي. افضل عطر نوتيكا فوياج ولا 9 بي ام؟ بالصيف نوتيكا فوياج، وبالشتاء 9 بي ام حلو. ليش لا تنصحني بعطر جرينلي؟ اي نعم، اجواء البصره حاره كلش، مجال احصل على اللي يناسبني. اشتريت من 10 عطر. شوف حبي، عطر الاجواء الحاره ميجا مير، انت اشتري لنفسك عطر كلش قوي. ميجا مير عطر بحري معدني، بالحلبة كلش راقي العطر، حلو فخم، اداء ممتاز، ويعتبر من اقوى العطور الصيفيه. مو كل الناس يحبوه، لكن بعد بيبرد حلو. انا للامانه انا احبه، واشتري العطر انصحك بيه. شنو رايك؟ شنو